ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لكن عمي الولد ده تقريبا بينزل مع حد كان عمي سلطة والكلام ده ابو سروال يا اما كتكوت معاك الناس زي ابن الحرام رجالة اخوك امس نزل في المود الجديد في تقييم الكونكر 5000 نقطة جاي يكسر رقم قياسي متفهمش ازاي سوى يا جدعان عاملين ايه معاكم اصلا فيديو جديد اول حاجة زوكا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام تاني حاجة بقى يا زميلي ان النهاردة نازلين في سيرفر الحزق كسروا ارقام قياسية ده المفروض يعني والابل ستريمرز المهم يا جدعان فبس انا النهاردة كانت شوية فايتات بجد تركيز وفول حزق واصعب الموجات اللي عملتها في حياتي مش عايز اقول لايك في الزميل في المقدمة بس كل اطلبه منك لانس لايك فاه واحلى مسا عليك ويا والله بينا برغمة كده في كام جثة نازلة معانا معانا بس معانا مش هنلاقي سلاح يا رب الاقي سلاح بحبك يا سلامة بحبك يا بطاطا بطاطا جيمنج ولا وانت بجد الجثة بل انا معايا السلاح وانا اللي عايز سلاح نزل لنا شوط هو مش من حقه ليه سلاح ولا ايه بس البيت زوي لف مش عارف ده مش فاضلكوا يا جماعه حزق بقى حزق امس قدامك قدامك يا امس قدامين ده قدامك فوق 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 يا امس فوق فوق ايزي ايزي امس ايزي فين يا اسطى جوه هنا بره امس تحت هنا امس جوه من هنا امس من الباب ده يا عم من الباب ده صدقت فيا روح راح فين يا ابني ما هو في فتحه هنا يا ابني اصلا هو في صوت ولا بيتهيألي مفيش سبايدر مان يا جماعه طب يلا عشان ما اجيبوش يلا يلا بيدمجني 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 ها؟ قصدك ايه يعني بيدمجني دي؟ انت عارف لو راجل فجرني احلى حاجه احلى حاجه بجد ان سبايدر مان رجعت جامده في سبايدر مان هنا يا جدعان بوت بوت حاضر عمال بيفجر في امي وعمال يدمج في دمي يا رب يفنش تعالى بس تعالى شوت عشان اجيبه تعالى هنا بكره اليوم انا بقع في نوكو سما يا ابني تعالى يا حبيبي انا هشيلك على كتفي بس انا عايز احقق رقم قياسي يلا بينا يا جدعان يلا سلام معلش يا سلام عشان نحقق رقم قياسي بس حبيبي انا ما قتلتوش الواد هو اللي قتله عشان عمال يدمجني وشغال احسن لك تدمجني عشان لو ليا متين ما هحلك وبص وتوظف اللي بيصور انا انت ايه اللي وداك هنا انا مش كنت حاطك جوه راح يا ابا يا ابني حد معاه الحصان طيب اما كنت بحط راسي على المخده نايم معايا الحصان تعال يا صليم تعال ايه مش عايز اركب الباجي اصلا يلا انا غلطان يلا بص انا بيمشي ازاي انا ولا خبطتك الا هيحصل عادي يلا اركب على الباجي يلا اركب على الباجي ماشي عدى على سكول هنا يا اسطى هنا يا قعدوا يقول لي في البيت ده يا اسطى قعدوا يقول لي من الشباب فيرندر ولا بنخاف يلا روح على طول هتدخلوا على البيت الكبير يعني هتعمل يلا هو عنده سكوادين ده واحد بيولع يلا يا امس يلا سكواد صوت مين اللي عمال بيصرخ مين ايه ده
بالك خلي بالك يلا يلا روح 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 تعالى تعالى روح 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 الله يحرق ابوش. هذا الدور كم امس الدور اللي عندي مفيهوش حد. واحد بيضرب سبايدر مان يا امس ما تروحش بعيد عني. هو نفس اللي قتلني اتنين بلاش هم على السطح هم على السطح. لا زولهم سلام ان اديتك بقى ملوتوفاتك اي حاجه معيش اي حاجه. جملي هم ايوه ولا سلام. تعالوا لي هنا تعالوا لي هنا كلهم عندي في العماره اللي عندي. يا نهار اسود يا عم الحاني اطلع هيك يا عم اطلع هيك. انت في سنه انت في سنه يا اسطى انت في سنه يا اسطى صراحه يا اسطى انت في سنه يا نط معايا يا اسطى. ما انت المفروض قلت لك 1 2 3 ايوه ما نطيت بس انا ابعد منك. كنت طول عمرك سلاح في صغير. بقول لك احنا نمسكه احنا بتاع اللي عشان نمسكه فين؟ طب نعمله ايه طيب؟ يلا بسرعه يا باشا بسرعه. انا قاعد جنبك هنا يا عم. الهوا على الناس اللي عندي عندي واحد في ظهره. الهوا سلاح يا عم سمعين سلاح. عارف مفيش طلقه جاي لي يا عم معيش طلق معيش حاجه يا اسطى. طب ماشي في عيل فوق هنا. واتش اوت جبت واحد تحت فنشته. أنا حاجة في سبايدر مان عارف فيها سلامة انت لو وقعت من مكان عالي مش هتتدمش. الناس فوق السطح بس برونكو يا جدعان. ماشي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ابني عليك يا ابني. خلي بالك مش مشكوك. اما بلا مشكوك والله بيضربوا من ورا الحيطة لست لورا. على البيت الكبير احسن يا باشا صح. خلاص براحتكم بس البيت الكبير عن فشخ يا جدعان. ما فيهاش كده ما فيهاش. اه تعال نفنشه. تلاقيه بيترفع. واحد على اليمين ها؟ واقف برا. واقف برا من انهي شباك؟ انهي شباك؟ انا عندي. اطلع هيجا خايف صح؟ في رندر قاعد على اليمين. لا يا رجل البيت الكبير يا اسطى البيت الكبير نسيته؟ نسيته هدف سموك عايش عارف منين؟ مين دي فين انت؟ ثلاثة فقط. أنا جايب 2 نوك والله يا رش، جايب 2 نوك والله، جايب 2 نوك والله يا عم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ لكن عمي الولد ده تقريبا بينزل مع حد كده. سلطة والكلام ده أبو سروال يا إما يا إما اسمه ده التاني ده عبسي. عبسي كتكوت معاك الناس زي يا ابن الحرام. بعرف والله شايف انا وانا معلم يا ابن لا 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 تبع لك
التاني اللي بيلعب لي على 5000 نقطه ده انا مش فاهم مش فاهم ليه ليا ليه فاهم اهو هل بابجي هتديله فلوس ما تعصبونيش عشان بابجي اضربه هل بابجي هتديله فلوس طيب ولا ايه مش فاهم يا عم واضح يا عم افكاره اهي ايوه رش الاستريمر ايه بقى خلاص بقى احنا كلنا نزلنا هنا صباح الدشام صباح الدشام كلنا نزلنا هنا سلاح سلاح خد يا حبيبي طلق طلق خلع كلهم قدام يا معيش دم ها معيش دم وقعد سلة لوت العيال دي معهمش اي حاجة سيبولي سلاح 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 وفيرست معهمش طلقة حتى يا صاحبي تاخد بيت تاخد بيت سلام امسك بيت امسك بيت معيش يا ابني طلق يا ابني معيش غير ثلاث طلقات اي كي ام فودي فودي سلاح فودي سلاح فودي 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 سلامة مفيش طلقة سلامة كده عامل زي عيل صغير يلا كده يلا ده ايه ده عيل زندان ده هيلا يلا هيلا معايا معايا خلاص بس انا نفسي فيلا جدا محدش معايا تعال روح الشمال خد يا عم قدامك على فكره على طول ثواني ثواني طب مش لك بالنيد ها اوه حبيب اخو استنى زميلي عشان انا عايز اخويا زميلي والله كفو عليك والله والله كفو عليك والله اخويا وربنا زميلي انت ستريمر ولا يوتيوبر زميلي انت شفتك كذا مره قبل كده يا عمري يا روحي اسمك ايه على الفيس اخويا ايش اسمي سلطه سلطه اخو اسمك سلطه جيمنج خالص احلى مساء عليكم في الناس اللي في اللايف زميلي والله حبيبي انت انت انت, انت لايف حبيبي اخويا يوتيوب يا عمري يا حبيبي يا يوتيوب انت حبيبي يا يوتيوب راجل محترم يا جدعان بقول لك حبيبي يا يوتيوب يا ابني ما هو دي طريقه كلامهم يا ابني هنا امس بسرعه بسرعه ايه ده يدمجني ايه ده يدمجني واحد ما بيدمجني يا عم ما انت واقف انت واقف عايز تعمل ايه؟ حد معاه واحده زياده طيب؟ لا ما تنزل واحده اصلا فين؟ وقع نوك يلا يلا فين يا رش؟ ثواني ده عشان ده مليون ده فاهم مليون ثواني عشان ده مليون يا جدعان انا اسود وقعت لك واحد وقعت لك الثاني وقعت لك الثاني ده ملو ثواني ثواني سلام ثواني سلام يا ابني اللعيبه قمص على الكفر نال حرب بتاع مش كاتشات يضرب قطعت عليك عمال تلف حوالين نفسه بعد الروم انت عارف بقى ايه الجديد ده اللي هو بيتحداك بعد ما الجيم يخلص لا بيتحداك دلوقتي في الجيم يا حبيبي بيجيب لك انت مكانك فين وهو مكانه فين وتفايتوا بعض اسطى عيال دي هكات يلا اطلع عشان تشوف الايه اطلع على الايه يلا قطعت عليه انت كنت هتلبسها لي انا عشان ايه طيب عايزين نعدي الناحيه الثانيه وحشة انا طلعت فوق سلامة طلعت له قلنا من على السطح خلينا في البيت احسن انت اسكول انا هداي انا البيت احسن عم بديله هدات والله طلعين تلاتة 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 يضربني منين ده معاوية تانية جت يا ساتر معاوية مضيعة متكونة من اربعة حلوة سلامة قول يا جدعان معاك يا غالي معاك ما تقلقش
خلاص كده بقى لي واحد خلعت. طيب خالصه خالصه خالص ايه يا جدعان الحكايه دي؟ لا دخلت قلت من تعال بقى نشوف العيال الكلحه بتاعت ايه دي بي اس هنا. لا لا خلاص بقى ما الحوار ده فاهم عندك كده. لا الموميا بتفايت الله سلامه والعيال بتفايت وانا دخلت لهم من الفتحه من ورا. ولا ده جليتش في عيال عندي ناحيه بقى عشان في ناس عن عندك اهو هنا في عيل هنا في واحد تاني واحد تاني اهو. اللهم صل على النبي طيرني هنموت كده هنموت كده روح. بص 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 انا مش هقول لك على حاجه بس انت اللي تعلمك سوق حمار. ما فين التاني؟ مش عارف اهو اهو مات 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 ندي امس بسرعه اضرب عليه. فينه؟ طيب تقدر تضربه من الجنب. ايوه في ناس كتير في البيت الاحمر الله يحرقك يا رش. مش تقول لي ان هي ما فيهاش بنزين من بدري امشي بيت احمر بيوصل رفع راح فوق الجبل. خلي بالك يا سلام عشان في البيت بتاع الرفاين في ناس. ما حد يا نهار اسود ايه ده يا اسطى ده؟ الله يخرب بيتك يا عم. الحصان واحد هنا واحد هنا يا لهوي واحد تاني بيجي بقى الحق بيفرق انزل وجيبه اهو. طب الحقني فاهم الحقني يا عم يا اسطى انت بالكمبر مش شايفه. احسن 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 عشان ما اخدتونيش احسن. يا ربي ابلع 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 اتفرجوا بقى على ايباد. انت هتتهبد هبد دلوقتي اتهبد اهو.